أم قتلت أطفالها الثلاثة خوفاً عليهم من زوجها. حدث مؤسف وغير واقعي تجردت فيه أم من كل معاني الإنسانية والأمومة وقتلت أطفالها. ما تفاصيل الحادث وإيه هي الدوافع لهذه الأم؟ التفاصيل كاملة من خلال تغطيتنا الآن. شريهان أم عمرها حوالي 37 سنة وبتعمل موظفة. قامت بقتل أطفالها الثلاثة بحبة الغلة السامة اللي قدمتها ليهم من خلال السندوتشات والعصائر اللي كانوا بيشربوها خلال نزهة معاهم عشان تنتقم من زوجها، بعد ما رفعت قضية خلع ضده وإصراره على إنه ياخد الأطفال في حضنته. واليوم قررت النيابة العامة بقسم ثاني سوهاج تجديد حبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات، وده بعد اتهامها بقتل لأبنائها الثلاثة ولد وبنتين عن طريق وضع مادة سامة ليهم في الطعام للتخلص منهم. وقالت شريهان في التحيات إن في خلافات وقعت بينها وبين زوجها من فترة، وده بسبب سلوكه السيء معاها وضربه ليها وللأطفال، وإن الحياة بينهم بقت مستحيلة، وإنها طلبت منه الطلاق بعد ما فشلت جميع المحاولات في إصلاحه. واضطرت شريهان لإقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد رفضه طلاقها، وقالت إنه أصر إنه ياخد الأطفال منها، وبعد تدخل من الأقارب تم الاتفاق بينهم إنها تشوف أطفالها يومين في نهاية الأسبوع، تاخدهم يباتوا معاها وتخرج معاهم للتنزه، وهو اللي بالفعل اعتادت عليه طول الفترة اللي فاتت قبل الحادث. وقالت كمان إن أطفالها كانوا بيحكوا لها عن قسوه أبوهم معاهم في الأيام اللي عايشين معاه فيها، وإنهم حاسين بالخوف الشديد والرعب منه، ومع إصرار الزوج على إنه ياخد الأطفال لحضنته ولخوفها عليهم من الحياة القاسية اللي هيعيشوها، فكرت في إن الموت أفضل ليهم لأنهم صغيرين وهيكون مصيرهم بعد الموت الجنة، وده أفضل ليهم من العذاب اللي هيعيشوه مع والدهم. فقررت الأم التخلص من الأطفال الثلاثة عشان تنتقم من زوجها وكمان تريحهم، فقامت باصطحابهم للتنزه بدائرة القسم وأحضرت معاها حبوب حفظ الغلال السامة واشترت ليهم سندوتشات وعصائر، وللأسف وضعت فيها حبة الغلة السامة وتناولها الأطفال واللي تسبب في إصابتهم جميعا على الفور بحالة عياء وقيء. وقالت كمان إنها لما شافتهم في الحالة دي لم تحتمل المنظر، فطلبت على طول الإسعاف وحاولت تستنجد بالأهالي واللي حملوهم معاها للمستشفى، ولكنهم فرقوا الحياة قبل ما يحصلوا على الإسعافات الأولية. بالرجوع لتفاصيل الواقعة، ففي يوم 16 يونيو اللي فات تلقى مأمور مركز شرطة المنشأة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الأشقاء ريم عمرها 8 سنين وبسمة وعمرها 7 سنين وأمين عنده 6 سنين مقيمين في دائرة المركز مصابين جميعا بإعياء، وتوفيت الأولى والثانية أثناء تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وفي وقت لاحق لفظ الطفل الثالث أنفاسه الأخيرة أثناء تلقي العلاج اللازم بالمستشفى. وقالت والدتهم شريهان واللي بتبلغ من العمر 37 سنة وموظفة بأنها أثناء خروجهم للتنزه وتناول أبنائها بعض الأطعمة بكثرة رغم إصابتهم بمرض السكر شعروا بإعياء فنقلتهم للمستشفى وتوفوا في الحالة. وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج حقيقة الواقعة، وتبين أن والدتهم وضعت ليهم مادة سامة في الطعام لأنهم حياتهم لإنهاء حياتهم لانفصالها عن زوجها، ووجود خلافات بينهم عن حضانة الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت نيابة قسم ثاني مدينة سوهاج بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وذلك لبيان سبب وفاة الأطفال الثلاثة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث. الحقيقة إن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ولكن بتذكرنا بالواقعة اللي حدثت من 5 سنين أما اتجوزت سيدة تلاتينية شغالة في كافيتيريا
عرفي من شخص وأنجبت طفلتين توأم بعد سنة من الجواز ده، وده داخل المستشفى العام. وبعدها الأب أنكر صلته بيها وبالطفلتين، وفشلت في استخراج شهادات ميلاد ليهم منذ ولادتهم، فقررت التخلص من الطفلتين وادعت وفاتهم بسبب تسرب الغاز. وتلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطار من المستشفى العام بالغردقة بدخول طفلتين 4 سنين من منطقة ذهبية، جثتين بصحبة والدتهم، وبإجراء الكشف الطبي عليهم ثبت وفاتهم. وقامت جهات التحقيق بمناظرة الجثتين، وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة. وتم تحرير محضر بالوقعة وإخطار الأجهزة الأمنية بها لمباشرة التحقيقات وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وإيداع أيضا الجثتين بمشرحة مستشفى الغردقة العام. ولكن التحقيقات كشفت مفاجآت صادمة، وهي أن الأم هي اللي قتلت بناتها التوأم بعدما فشلت في استخراج شهادات ميلاد ليهم، وأيضا تهرب والدهم من الاعتراف به. وأشارت التحريات إلى أنه في سنة 2019 دخلت الأم المتهمة وتبلغ من العمر 32 سنة وبتعمل بإحدى الكافيتريات إلى مستشفى الغردقة العام في حالة وضع. وأما تم سؤالها عن والد الطفلين قالت لهم على اسم شخص، وقالت كمان أنه كان على علاقة بيها ووعدها بالجواز ولكن سابها وهرب، وتم تحرير محضر وقتها بالواقعة. وبعد وفاة البنتين تم القبض على الأم اللي كانت مصرة على إن سبب وفاة البنتين هو تسريب للغاز، ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بكل حاجة. نيجي بقى لاعترافات الأم المروعة والكارثية. وقالت الأم في التحيات إنها اتجوزت عرفي من 5 سنين من شاب، وبعد سنة من الجواز خلفت التوأم اللي هم الطفلتين اللي ماتوا. وكمان قالت إنها حاولت تثبت مواليد الطفلتين واستخراج أوراق شهادات الميلاد ليهم من أول ما اتولدوا، ولكنها على مدار ال4 سنين فشلت لأن الجواز كان عرفي. وأشارت إلى أن بعد وصل التعذيب ليها للطفلتين وسط بكائهم وصراخهم لم يتحرك معها قلب الأم، وأصرت على إكمال جريمتها وخنقتهم حتى أزهقت روحهم، وقعدت جنب جثمانهم بتبكي وبتفكر في خطة شيطانية عشان تهرب بيها من جريمتها. وده بعد ما اتصلت باللي كانت متجوزاه عرفي واللي أنكر صلته بيها وبالطفلتين. قررت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل طفلتها التوأم والادعاء بوفاتهم بسبب تسرب الغاز، مع مراعاة التجديد لها في المدة القانونية وطلب تحريات المباحث في القضية. ده غير طبعا ان التحقيقات كشفت مفاجأة مروعة ايضا، وهي ان الام المتهمة كانت في حالة حمل جديد. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تقديرنا، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.